الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا معكم في برنامجكم العهد. تكلمنا عن صلاة الجماعة، ثم تكلمنا عن أهم صلاة من الصلاة التي يجمع لها، صلاة الجمعة. اليوم كلامنا عن صلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. بعد الفاصل الكلام عن هذه الصلاة العظيمة. قال تعالى: وقرآن الفجر. ما قال صلاة الفجر؟ قرآن الفجر، لأن صلاة الفجر أكثر صلاة يقرأ فيها بالقرآن، كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل فيها أكثر من غيرها من الصلوات، لأنها ركعتان فقط فيطيل فيها، لأنها بعد نوم فالإنسان مرتاح فيصلي. هكذا قال العلماء بسبب إطالة صلاة الفجر. قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده ملائكة الليل والنهار، يجتمعون في صلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. من فضائل صلاة الفجر، وانتبه لهذا الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، المراد هنا سنة الفجر لا صلاة الفجر، فكيف بصلاة الفجر الفريضة؟ ومن المعلوم أن فريضة، أن الفرائض بشكل عام أفضل من السنن، إذا كانت هذه السنة فكيف بالفريضة؟ من فضائل صلاة الفجر، من فضائل صلاة الفجر أنها أمان لك من النفاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المنافقين صلاة أثقل من صلاة الفجر والعشاء. لماذا؟ لأن الفجر بعد نوم فيرتاح ولا يريد أن يقوم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وأيضا فيها ظلمة كما في السابق، والمنافق لا يصلي إلا لأجل الرياء، والعشاء آخر اليوم تعب وأيضا فيها ظلمة فلا يصلي إلا لأجل الرياء، عافانا الله وإياكم. من فضائل صلاة الفجر أنك تكتب لك قيام ليل. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، رواه مسلم. من فضائل صلاة الفجر أن المصلي في ذمة الله سبحانه وتعالى. تصور أنك في ذمة الله، لا في ذمة فلان ولا علان، في ذمة الله. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله في ذمته، في عهد الله، في أمان الله. ومن تعرض لمصلي الفجر تعرض لكارثة، تعرض لغضب الله سبحانه وتعالى، فكيف يفلح؟ من فضائل صلاة الفجر أنها نور لك يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يوم القيامة يوم عظيم، يوم تتناثر الكواكب، تذهب الشمس، يذهب القمر، ولا يبقى إلا نور العمل، والناس في ظلمة. فإذا كنت من أهل الذين يمشون في الظلم إلى المساجد فأبشر بالنور الذي ينجيك يوم القيامة، بشر المشائين. يقول إبراهيم النخعي التابعي رحمه الله: كانوا يرون أن المشي في الظلم موجب، أي موجب للمغفرة. هذه بعض فضائل صلاة الفجر، نكمل ما تبقى من فضائل بعد هذا الفاصل. من فضائل صلاة الفجر دخول الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ووالدينا من أهل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من صلى البردين، ما قال غفر الله له، لا، دخل الجنة مباشرة. والبردان الفجر والعصر. ولماذا سمي الفجر والعصر بهذا الاسم بالبردين؟
لأنهم في حال الجو فيه برودة، لأن الفجر بعد ليل طويل والعصر بعد انكسار الشمس، فالعصر يبرد الجو والفجر أيضا يبرد الجو، ولذلك سمي الفجر والعصر بهذا الاسم البردان. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يلج أحد النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، رواه مسلم. لن يلج أحد النار، الحديث الذي قبل دخول الجنة، الثاني لن يلج النار، ينجو منها. أيضا من فضائلها رؤية الرب تبارك وتعالى يوم القيامة في الجنة. أعظم نعيم رؤية الرب، أعظم نعيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، ليس دونه سحاب، لا تضامون في رؤيته. في رواية: لا تضامون، لا يصير ضيم يعني ظلم، ولا يصير تزاحم، فترون الله سبحانه وتعالى، فلا تغلبنكم صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يعني إذا أردت أن تكون من أهل الجنة ممن يرى الرب تبارك وتعالى، فتكون من أهل صلاة الفجر ومن أهل صلاة العصر. هذه صلاة الفجر يعني هذه فضائلها العظيمة، فالمؤمن إذا سمع هذه الفضائل لا شك أن هذه النصوص الشرعية تدعوه إلى أن ينشط لهذه الصلاة العظيمة، يترك النوم. النوم مثل ما يقولون يعني ستلحق عليه بعدين، لكن إذا صلاة الفجر فاتت، من المناظر المؤسفة جدا نراها كل يوم أنك إذا ذهبت إلى صلاة الفجر الشوارع فاضية، لكن بعدها بساعة الشوارع ممتلئة في الدوامات والعمل. سبحان الله، الناس تترك صلاة الفجر ثم بعدها بنصف ساعة ساعة، خاصة أيام الشتاء الفجر يتأخر، يعني ما يكون بين الفجر وما بين العمل إلا ساعة أو أقل أو أكثر بقليل جدا، لكن الناس للأسف تذهب إلى الأعمال والمنبه يضعها على العمل ولا يضعها على الصلاة، وهذا خذلان. ولو رأيت الساعة ستجد ما بينهما إلا ساعة، الساعة هذه تفرط فيها وتدخل في هذه النصوص العظيمة، تعرض نفسك النفاق، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. لا شك أن صلاة الفجر صلاة عظيمة، صلاة من سمع النصوص التي تكلمنا عنها دعاه ذلك لحضور هذه الصلاة العظيمة. أقل الأحوال لا تطلع الشمس إلا وقد صليت، وتصور أنك وضعت منبه، يعني أقل الأحوال قبل طلوع الشمس فيه وقت طويل لك تصلي فيه هذه الصلاة العظيمة، والأصل أنك تصلي فيها في المسجد وتذهب إلى المسجد، و يعني سبحان الله تأتيك هذه الأجور التي ذكرناها، تمشي في الظلم، تأمن من النفاق، كأنك قمت نصف الليل أو الليل كله مع صلاة العشاء، تدخل الجنة، يغفر الله سبحانه يغفر الله لك، لن تلج النار، إلى آخره من الفضائل العظيمة. هذا أو هذه بعض فضائل صلاة الفجر. في الحلقة القادمة نتكلم عن الصلاة الأخرى من صلى البردين، تكلمنا عن الفجر، بقي الكلام عن صلاة العصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.